بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحل عنا عبر الام تي في، ودايما بدايه كل لقاء بكون معكم بالمعلومه. معلومتنا لليوم تتعلق بالطقس اللي صار من يوميات كل اللبنانيين. مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لاري بتأكد أنه الأحوال الجوية بتشير لطقس صيفي اعتيادي لغاية الخميس 22 آب، بحيث يتأثر لبنان بموجة حر تشتد تدريجياً لتبلغ ذروتها الأحد 25 آب، بحيث بتبلغ درجة الحرارة بالبقاع 38 وبالساحل 35 درجة، وبتستمر هالموجة لغاية الثلاثة 27 آب. لذلك تطلب اتباع إرشادات المصلحة المتعلقة بموجات الحر، كما على المزارعين زيادة عدد الري وكميات المياه والري صباحا ومساء. طبعا أنا دايما بشكر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللي هي على تماس مباشر مع المزارعين بكل ما يتعلق بالقضايا الزراعية وبقضايا التأسى، كمان اليوم هو عنصر أساسي بأي شيء بحياتنا. متابعة. نقيب المحررين جوزيف الصيفي، بعرف اليوم كان حشد بساحد الشهداء بدعوة من نقابة المحررين لرفع الصوت باسم كل الإعلاميين في كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة والتواصل، وأدي هذا اللقاء مهم ولأنه هدفه واحد هو حماية مصالح الإعلاميين في لبنان. صباح الخير. يعطيك العافية نقيب، تفضل. صباح الخير بك، أنت زميلة عزيزة. شكرا. وأنت معنا بالجدول النقابي ونحن بانتظارك بساحة الشهداء. أنا موجودة معكم بساحة الشهداء، بس حبيت أنه أعمل خلاصة لهاليوم الحلو اللي هو رح يجمع كل الإعلاميين. أنا بعرف أنك معنا، بس أنه أنا مرسي عم بقول نحن بانتظارك، يعني تأكد للناس كلها انه ريبيكا ابي ناظر هي مناصره لمطالب زملائها الاعلاميين، وانه هي واقفه الى جنبهم مثل ما كثير من زملائها واقفين الى جانب هذا الاعتصام الغير الموجه فقط نحو ضد الحاله المزريه التعيسه التي يرزح تحت نيرها قطاع الصحافي والإعلام. نحن هنا نطلق صرخة ألم وصرخة وجع من هذه الحالة، ونعمل على رفعها عنا من خلال رفع سلسلة من المطالب إلى المسؤولين الرسميين من أجل إقرارها ومن أجل أن تكون خارطة الطريق للخروج من النفق الذي توجد فيه الصحافة ويوجد فيه الإعلام في هذه الظروف الصعبة. يعني إذا بدخل بتفاصيل معك نقيب، بعرف أنه التقيته بوزير الإعلام ونوعدته أنه أي إعلامي غير مضمون على القليل يتسجل بفرع المرض والأمومة. مش مع وزير الإعلام، مع وزير العمل. عفوا العمل. إيه نعم. بس أنا بدي أقول لا، هي القصة أهم من هيك. نعم ريبيكا، قانون الإعلام، نحن اليوم في حاجة إلى قانون إعلام عصري حديث ينسجم مع التطور الهائل الذي أصاب هذا القطاع. صحيح. نحن اليوم عم نشتغل تحت قانون يرقى إلى الستينيات. حاولنا أن نعدل في قانون المطبوعات بهدف توسيع رقعة العاملين، رقعة المنتسبين إلى النقابة لنشكل عددا كبيرا وقوة نستطيع معها أن نبني شيئا من اكتفاء ذاتي وأن نحصل على ضمانات أكبر. حتى اليوم لم نتمكن من الوصول إلى أي نتيجة. نحن اليوم نحن موجودين، لا عم نتعاطى سياسة ولا عم نتعاطى أي شيء له علاقة بالتحزب. نحن هنا فقط نرفع الصوت
من أجل مستقبل المهنة ومن أجل مستقبل العاملين في المهنة. هذا أمر يجب أن يعرف من الجميع، ونحن لن نسكت سواء كان هذا الاعتصام حاشد إلى فوق ما فوق الحدود أو لم يكن. نحن لن نترك سلاحنا، نحن سلاحنا هو سلاح الموقف وسلاح الاعتراض. نحن لن نترك هذا السلاح، نحن سنبقى في الساحة نناضل من أجل زملائنا، من أجل أن يكونوا كراما وأن يؤدوا مهمتهم وهم مطمئنون إلى غدهم ومستقبلهم. هناك اليوم مئات العائلات التي شردت ولا من ينظر إليها، وهنا أيضا مئات الدعاوى العالقة أمام محاكم العمل التي لا تسير بالسرعة التي نتوخى. هناك مئات الدعاوى المقامة على زملاء لنا والصادرة بها أحكام، ومنهم من لم يستطع سدادها وهو في وضع قانوني يحفظ عليه، لا يحفظ عليه، يعني بمعنى هناك أيضا فئات عمرية عالية تحتاج إلى عناية تعاضدية وصندوق تقاعد. لم يحصل شيء من هذا الأمر. هذا الأمر ليس في استطاعة النقابات وليس في استطاعة الصحفيين أن يؤمنوه إذا لم تكن الدولة حاضرة. هاك الحال نائب، كان في مكتسبات كثيرة يعني اليوم عم تنفقد شوي شوي. طبعا كل مرة بفشوا خلقهم. الهدر عند سوانا، نحن الصحافة، بس بدي أقولك في فكرة ما عم بيتذكروها الناس. ليش لبنان ازدهر بالخمسينات والستينات؟ كانت الناس عندما كانت الأنظمة الدكتاتورية تهيمن على الدول العربية، كان المثقفين وكان الأغنياء وكانوا رجال الأعمال يجوا على لبنان، لا لأن في صحافة حرة منحت جو من الرحابة الفكرية ومن الملاذ الآمن، وبالتالي هيدا ارتبط ازدهار لبنان المصرفي والتجاري والاقتصادي بنمو الصحافي وانطلاقتها الصحافي إلى على لبنان وإلى على نمو لبنان. ولبنان كان مضرب مثل بحرية الصحافي، وقالوا بيقولوا لبنان بلد الحرية لأنه الصحافي كانت حرة وكانت عزيزة ومكرمة. اليوم مش مسموح لنا يكون سقفنا أقل من ذلك. نعم، يعني على كل حال نقيب كل هالمطالب بتعني كل الإعلاميين يعني وكل من يتعاطى كل الإعلاميين، لأنه نحن نطمح بدون استثناء تضم نقابة المحررين كل الإعلاميين 100%. إن شاء الله، وإن شاء الله كمان بيبصر النور القانون الجديد للإعلام يعني وللمطبوعات يلي عم نحكى فيه. ماذا بدنا؟ أنا لحد هلأ ما للأسف أنه ما عندنا علم فيه. يعني نحن المعنيين يعني انه انت مثل الواحد اللي عم بيخيط ثوب لشخص ما اخذ مقاسه. بكل الاعلام الصوت بيوصل لانه صوت حر، صوت الاعلام اللبناني، كل الاراء موجوده وكلها بتمثلوها كنقباء. نحن اللي حبيته اليوم ببرنامج الحل عنا لاقول انه قطاع الاعلام في لبنان هو ككل القطاعات التي تعاني، اللي هي متماسكه واللي مطلبها واحد هو اقله، مثل ما عم بتقول يعني الغد الافضل لكل صحافي واعلامي عم يشتغل لهالبلد. انا بدي اشكرك نقيب المحررين جوزيف الصيفي، وبالتالي طبعا احنا بنعرف كثير اعلاميين بيكونوا باشغالهم باعمالهم ما بيقدروا يكونوا معنا بالساحه اليوم، ولكن اللي بدي اقوله انه الكل متضامن لانه الكل بحاجه اليوم لتماسك الجسم الاعلامي لا يوصل طبعا لحقوقه، هيدي مصانه بالقانون. شكرا نائب المحررين جوزيف الصيفي. منتابع بعد الفاصل. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخد اتصال. الو مرحبا اهلا. في عندي شكوى بالصنايع. نعم، بوجه وزاره الداخليه، تمام، عم ادخل وزاره الداخليه. نعم، في بنايات قديمه اثريه كثير حلوه ومعروفه، يعني كان دينان كان يسكن بوحده منهم، الصليب الاحمر. المهم حولوها هلا من شي شهرين تقريبا لباحة
خرضوات، كل شيء فيه سيارات عتيقه وجيبات ومدري شو مكثره عم بيجوا يحطوها هوني. تابعين للوزاره يعني. لوزاره الداخليه. نعم. يعني هيدي بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة مفروض يلتقى محل لهالسيارات، يمكن يكون غير على هالواجهة هالمباني الأثرية. نعم نعم هذا المطلوب إن شاء الله. يعني إن شاء الله. على أيام نعم. الوزير بارود نعم. كانت كتير نظيفة، ما كان يخلي حدا يوقف. هلأ كل عسكري كل رئيب كل إذا بتمرق الصبح ساعة 8 9 ما في محل تمشي. إذا بدك تمشي بالسيارة يعني تحول لباركينج، إذا بدك باركينج بكل معنى الكلمة. ومسكر الطريق ما بتشوفي يعني يمينك وشمالك. شوفي يعني بدأ تنظيم شوي هونيك، يعني لأنه المكان ما هو باركينج، بدأ تنظيف. تنظيف كل شيء، فيه جيبات تعبانة ومكسورة ومفخت دولي بحطينها وباقية. ايه باقية. أهلا وسهلا فيك. بدي تابع طبعا بمتابعتنا، بدي بلش بموضوع الكهرباء بحارة النعمة. اتصلوا فينا انه ليه حارة النعمة ما بتستفيد من الكهرباء يلي بتصدر بعد اقفال مطمر النعمة. كلنا بنعرف كل البلدات المحيطة بالمطمر بقرار من مجلس الوزراء بتستفيد من الكهرباء 24/24 ودون أي مقابل. نحن اليوم اتصلنا برئيس بلدية النعمة وأكد لنا أنه حارة النعمة والنعمة بيستفيدوا من كهربة الكهرباء كهربة المطمر، وقال لي يلي اتصلوا يرجعوا يراجعوا فواتيرهم. مفروض يعني آخر فاتورة دفعوها كانت شهر 10/2016، من بعد شهر 10/2016 ولا فاتورة انبعتت لكل المواطنين بالنعمة وحارة النعمة والقرى المجاورة للمطمر. هلأ بالنسبة للتأنين هي مفروض بقرار مجلس الوزراء تكون 24/24، ولكن أكد لي أنه في تأنين ولكن ما عارفين شو سببه. ويلي ما عم توصلوا الكهرباء أو عم يدفع فاتورة عليه راجع البلدية، وهي مع المراجع المعنية بتشوف ليه هو ما عنده كهرباء. مبدئيا آخر فاتورة لازم تكون وصلت لهم شهر 10/2016، ولليوم ما في فواتير لأبناء المنطقة والجوار. كمان بمتابعتنا بحب أقول أنه بموضوع التليفون مع أوجيرو، يعني كتار عم يتصلوا فينا أنه عندهم عم يتصلوا كتير بأوجيرو، بس أوجيرو لليوم ما بعرف من شهر عدة طبعا اتصالات بيعملوها لأوجيرو، أوجيرو لهلأ بعد ما عم بتلبي. يعني من بعبدات حكيوني وحكيوني من بسكنتا ومن عدة مناطق ما بعرف ليه. نحن يلي تواصلوا معنا وعطيونا أرقامهم، أنا تواصلت مع أوجيرو وعطيتهم، رجعت بلغنا من عنا انه ليه هالتاخير. يعني مثلا بعبدات بيقول لي من 29 تموز الخط معطل، صاروا متصلين اكثر من 4-5 مرات واخرهم اليوم، وبعد لهلا ما تحرك حدا من اوجيرو لاصلاح الخط الثابت. يعني بالنسبه للمواطنين الخط الثابت بيعني لهم مثل الخط الخلوي لبل اكثر كمان. وفي ناس بيعني لها الخط الثابت اذا عندها ناس كبار بالعمر او مرضى وبده يتواصلوا معهم. يعني فينا نقول انه منه من الكماليات، وما بعرف ليه التاخير عم بيصير من اوجيرو. بنتقل لموضوع اخر صناعي اذا شيء، بدي اقول انه وزير الصناعه وائل بوفعور بمؤتمر صحافي عقده بالامس اكد انه بعد انتهاء المرحله الثانيه من الكشف على مصانع الفئه الثالثه هناك 49 مؤسسه صناعيه قامت بالمطلوب، يعني تجاوبت مع انشاء محطات تكرير و12 مؤسسه ما التزمت. واكد انه رح يتم توجيه انذارات لبعض المؤسسات واقفال اخرى، كما ستصدر قرارات بفتح مصانع بعد التزامها بالشروط. هيدي شغله كثير ايجابيه وكثير مهمه. وبالتالي توجه وزير الصناعه وائل ابو فعور الى اصحاب المؤسسات يلي سيتم اقفالها مؤقتا، واكد انه ليس هناك اي استهداف لاحد من خلال هالاجراءات. هون اللي بدي اقوله انه معظمها هي على خط او
تدخل في خطة تنظيف الليطاني والخطة الليطاني، الخطة الوطنية اللي كلنا عم نواكبها واللي هي كتير أساسية حتى نحافظ على مياه الليطاني نظيفة، على كمان إنتاج زراعي نظيف، يعني لما بتوصل له المياه الري نظيفة بيكون شغل كتير مهمة، وكلنا بنعرف أنه هالخطة مستمرة وبزخم وفي تشارك، وهذا الشيء كتير مهم بين مصلحة الوطنية للليطاني وبقية الوزارات والمحافظين والبلديات لإنجاح الخطة، ومشكور وزير الصناعة يلي كمان عم بواكبها مع الصناعيين. صورة اليوم منشوفها سوا. هيدا الدراق هو دراق بكفاية يلي مشهور كتير يلي كل سنة طبعا بيقصدوا مهرجان الدراق. للأذن وصل لي على فيسبوك الحل عنا، مفروض أني وصل أكيد بكل محبة لأهالي بكفاية، أنه ليه بدها تكون يعني 17,000 ليرة؟ يعني دراق بكفاية 15 حبة ب 17,000 ليرة، يعني طالع حبة الدراق أكثر من 1,000 ليرة، رح يحرموا الفقير أكل الفواكه والسائح هرب من هالأسعار الموسمية، مع أنه بطوكيو عاصمة اليابان هيك عم بيقولوا لي بالفيسبوك وعم بقري مثل ما واصل، وأغلى بلد بعالم الدراق أرخص من هون، يعني على القليل ما يكون غالي. أنا اللي بحب أقوله لأنه أنا بنت المنطقة، ما عم بسنة الدراق قليل، يعني موسم الدراق السنة كتير كتير قليل، مثل بقية مواسم تانية كمان قليلة، من هيك السنة ما كان عنا بكترة مواسم، بقى يمكن غلى سعر الدراق لأنه موسمه قليل، بس هذا ما بيمنع كمان يكون في إذا بدي أقول مراقبة أو يكون في إحساس، مثل ما قلنا ما بدنا نحرم أكل الدراق على حدا، يعني 17 حبة ب 15,000 ليرة أو العكس 15 حبة ب 17,000 ليرة شوي غالي بالنسبة للمواطنين. بعطيكم الموعد طبعا دايما مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.